السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخيرة أمام جالاكسي البوتسواني، نكتفي بهذا القدر عدنان بالنسبة للصور الخاصة بملابس الفريقين. شاهدنا الحجرات الملابس الخاصة بالنادي الأفريقي، هنا نشاهد في الحجرات الخاصة. الآن سيكون الحديث عن الحكم الصادق السالمي، ثم سأمر لمحايدنا كابتن ربيع العفوي. غياب زميلهم، وان شاء الله الاداره كما قلت لك ان شاء الله الاداره تتلافى الامور هذه. فريق بمن حضر نتصور ان الموجودين يقدروا كونهم يعملوا الفارق، ويقدروا كون صحيح. انا تغيظني كونه في النجم الرياضي الساحلي، على فريق في حجم النجم الرياضي الساحلي. اللاعب هذا يقص اجور اللاعبين، نعرفوا اللي لاعبين عياده اللي رجع في مكانه الاصلي اللي هو على اليمين. نوالي اللاعب هذايا بلغتنا احنا نقولوا جو اللاعب بوليفالون، معناتها اليوم فرصه اخرى تجي لسيف الدين الشرفي حتى يثبت المكان نتاعو في حراس مرمى النادي الافريقي، وعنده الامكانيات اللي نجم. الشيء الايجابي تثبيت بن عياده كظهير ايمن او في الرواق الايمن افضل من انه يكون كقلب دفاع لما شاهدناه ممكن في المباريات الماضيه. كذلك النوالي تثبيته كقلب دفاع قبل بدايه هذه المباراه. ننتظر يعني مع بدايه المباراه ونشاهد مدى ممكن نجاعة هذه التوليفة وكذلك تثبيت العناصر اللي تكلمت عنها. اللازمة في رأيي غياب هذا الثنائي ممكن على أنه يؤثر على الفريق. سوف ننتظر إذا ما كان. ثم أنا في رأيي الشخصي إيهاب المساكني لما يلعب على الطرف لا يكون مفيد أكثر، ممكن يلعب تحت المهاجم، غير ذلك أنا في رأيي الشخصي لا يكون مفيد، وبالتالي هي بعض النقاط التي ممكن. طبيعي جدا النادي الأفريقي. كابتن مبكر الزيتون، الشوط الأول، الشوط الأول طبيعي ممكن 1-0 النادي الأفريقي، 1-0 النادي الأفريقي. عماد ومالي، لانه نمني النفس لاكثر من 50,000 متفرج في مباراه تونس ومالي. عدنان، نرجع ناخذ التوقعات الخاصه بالشوط الاول. سهلا ومرحبا بكم جميعا، يسعدني ان التقي بحضراتكم مجددا في كلاسيكو تونس هنا لضيوفك كابتن التحليل مبكر عماد وربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاوفياء عبر شبكه اليوم بقياده الدولي صادق السالمي مع شارة البدايه لهذا الكلاسيكو 130. العقليه بسيف الشرفي كثير مما يمكن الحديث عنه، وايضا انتظاره في قمه تحمل اسم الكبيرين النادي الافريقي. دفاع ليتوال مع اول كوره لصدام الساحليه. الجاهزيه الفنيه والتسلسل المباريات، هل تحدث الفارق في هذا الكلاسيكو لهذا الغاني الذي خاض عديد المباريات في فريق النخبه؟ كوره طويله تقر على نظام لعب معين، 3-4-3 الافريقي يحاول تفادي هذا النقص في المباريات بروح المجموعه والمسنين 0. كوره للنجم، ملعوبة بينية إلى بونغونغا، تمهيد لمعتز صدام، التسديدة، معتز هذه الساحلي، شوف الاستلام، الشوطة كانت قوية على النادي الأفريقي. ملعوبة رضوان زردوم، زردوم استلام كونترال، انطلاقة من زردوم، ملعوبة كرة عالية لكن للجمل بعيد على خليفة، ولد خليفة طلع 1991، وأول نادي تونسي يكسب الكأس الأفرو آسيوية 1992، ليتوال أول فريق تونسي جلس على عبا لار العزوني، نجم وسط ميدان الأفريقي هذا الموسم كمعوض لوسام بن يحيى في تونس، بتعويض لمعز حسن الغاب بسبب الأنذار الثالث. هذه كرة ملعوبة، هناك راية، راية تتسلل الثاني في حب الشعار. الآن يأتي الدور على جمهور ليتوال، كرة تعود طويلة بينية خطيرة للنادي الافريقي، استلام تسديدة، لكن اي عودة يا صدام، اي عودة يروح النادي الافريقي، كانت خطيرة من ادم اللطاوس بسرعة لعبت. كرة محاولة للسيا على التسديدة والتدخل من عزوني مرة أخرى، لاري كرة وتمريرة، محاولة الوان تو ناجحة خطيرة، ماذا فيها؟ دون له الفصل والحلاري العزوني الاخير، محاوله بوغتاس، بوغتاس
الى حسين بن عيادة. بن عيادة كرة مرفوعة عالية خطيرة، جول المدرب روجي لومير، وفرحة جماهير ليتوال الحاضرة راسية، ضربة راس، لكن اي كلام عن توزيعة بن عيادة. الله 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 على كرة بونغونغا في غيار مترية لارتماء، يا سلام الله الله. شوف حسين بن عيادة توزيعة كادة، كرة مليمترية وراسية بونغونغا، كرة في الشباك، 1-0 للنادي. يسجل الهدف الأول لابن فتيل، هذا الكلاسيكو بهدف أول بكرة من اسكندر العبيدي، كرة ملعوبة للنادي الإفريقي، محاولة الرد الفعل قد يأتي سريعا، أمام كرة لاري العزوني، محاولة ممتازة كانت من اسكندر العبيدي، عزوني سدد الشوط، وعلي جمل كرة خطيرة، ما زالت محاولة أخرى للنسية، كرة التعادل، جول العبيدي. أي مباراة يا ساسيكو، وأي إثارة على القائمة الثانية راسية، البدوي في التمرير، العبيدي في التسجيل، صنع دفاع المدرجات استاد حمادي العقربي برادس، هذه الكرة من البدوي، وأهداف اسكندر العبيدي، يعيد النادي الإفريقي في المباراة، يعيد الإفريقي في الكلاسيكو بروح كبيرة. للحمراء العبيدي للعقلي الإفريقي والنجم، وكرة ملعوبة تعود من رضوان زردوم، ادم التاوس، التاوس التسديد، لكن هو مساكني، ملعوبة على اليمين بن عيادة الخطير في التوزيعات، والخا للدوري رقم 11، كرة من يوسف العوافي، والرأسية هذه المرتبة كبيرة، والمعاينة من جانب المدرب الفرنسي روجي لومير. لومير خليل، خليل ملعوب الكرة، خليل قسم ممتازة، صابر خليفة طريقة، فرصة خطيرة وجمل، الفكرة ممتازة، تجاوز حاجز ال 140 مباراة مع النادي الإفريقي، مباراة وقبل الكلاسيك وقبل النتيجة وقبل التبديل، خطورة اللقطة وخطورة الإصابة، صابر تغيير الاضطراري الأول في المباراة، شوف علي جمل، هذه هي الصورة الجميلة، جمل يعني الاستثنائية تنقل صابر خليفة مبدئين إلى مستشفى، تشجيعات جمهور النادي الإفريقي، النادي الإفريقي من الجهة اليمنى، كرة خطيرة من رامي البدوي مرفوعة عالية عرضية، والجمل يتدخل، كرة عادت، لازال الخط قائم النادي الإفريقي، هذه الكرة الملعوبة، هذا التدخل من الجمل، هذه الفترة، والشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظة، دخول ياسين الشماخي مكان صابر خليفة، بقية الأسماء يعني قام بها في شوط أول، كرة مركزة، هجمة ملعوبة، كرة على الأطراف، العوافي التدخل من نادر الغندري، هجمة بهم، تسديدة، شوطة أولى، ثانية، الطاوس، إعصار، إعصار في مناسبة أولى، ثم عادت فتزل قطرية، كرة ملعوبة لجهة اليمين، انطلاقة من جنب آدم، الطاوس، الطاوس، يمر، يعدي، يراوغ، يمرر، يوزع، الصورة جميلة، الصورة ببهاء، بسحر، بمراوغات، بفنيات، بعرض، كرة الثانية تضيع، الفرصة لا زالت، خطورة من اسكندر العبيدي، توزيعة طويلة، ملعوبة خطيرة، والسردوم، والكرة عرضية آدم الطاوس، وكرة النادي الإفريقي، الهجمة الخطيرة على دفاع ليتوال، هدفان وسبعة تمريرات حسمة، هذه كرة للسيا، لكن ماذا يقول في تونس بعد نصر الله الجوادي 138 ويوسف السراري 116 عالية، كرايا ياسين الشماخي وجماهير النادي الفرسوني، وتنفيذ، اي اجواء واي فرحه في المدرجات، وكره ملعوبه، والتدخل يعني حب النادي الافريقي ان يمحى من تاريخهم ومن اجسادهم، هي روحهم، هي عقليتهم، هي حياتهم، هي فرحهم، هي حزنهم، هي كل شيء، الافريقي وصايه جدود الركبة، وتتواصل فرحة جماهير النادي الإفريقي، الإفريقي خرامهم، هي صوتهم، إلى الزردوم، الزردوم لمسة، محاولة، كرة وانطلاقة خطيرة للنادي الإفريقي، هروب والتوزيع، والصور
كرة عادت من جانب ناري العزوني طويلة على القائمة الثانية على الجمل، هي 9/11/2014 أمام الترجي الرياضي التونسي، لأن حكام رابطة سوسة والقيروان كانوا ممنوعين. عادة ذهب إلى وسط الدفاع وللنادي الإفريقي دخول الشماخي مكان صبر خليفة، الكرة من آدم الطاوس على الطاير يا زردون، الطاير كانت من رضوان 70، كرة من الركنية التنفيذ، كرة طويلة على القائمة الأولى الرأسية في منطقة جزاء ليتوال، حركية كبيرة، كرة مرفوعة من زردون خطيرة والكرة عدي العوافي، انطلاق لمحمد ابن مساكني، تسديدة قوية لمساكني، استعد منتصر لوحيشي للقيام بتغيير ثاني مكان خليل القصاب، اوت زوير الذوادي، عودة بوغتاس، بوغتاس بالخطا ياسين الشماخي، كرة مرتدة خطيرة، فرصة للنادي الافريقي، زردوم 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 من مهاجم الافريقي رضوان زردوم، زردوم كان امام محل ياسين الشماخي، زوير الذوادي، ذوادي ذوادي ذوادي، كرة مع اسكندر العبيد، العبيد يرفع كرة باليسار وفرصة للنادي الذوادي، انطلاقة زهير، يمشي زهير، زهير يوزع وكرة من بن عيان، بروعة بفن بقوة بمهارة من عقيم للسياء، كرة من شهاب العبيد، العبيد تمريرة قوية ممتازة، مرة أخرى شوف الكرة، شوف اللمسة على الطاير، يا الله التبديل، عبد النور إيهاب بالحوت، تبقي الاتحاد الرياضي المونستيري في المرتبة الأولى ب 18، تعلق كبير كان في دورة اسباير هنا في قطر مع ليتوال 2018، ابن الأكاديمية تساند، كرة من جانب ياسين الشماخ، شماخ شماخ، كرة على اليسار مرفوعة، الكرة خطيرة، فرصة على الجمل، يتعلق إلى نادر الغندري، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن صادق السالمي على نهاية المباراة، على هذا المردود، على هذه المباراة الكبيرة التي قدموها لنا واستمتعنا بها.